السلام عليكم وعلى المؤمنين السلام. ضاقت بيك الدنيا ومش عارف تعمل ايه، حياتك كلها واقفة، يوم وحش ويوم حلو، بس الوحش اكتر من الحلو. نفسك في زوجة صالحة، نفسك في ابن بار، نفسك في حياة مذللة مسخرة ليك من رب العزة، نفسك في حصن حصين من المولى عز وجل ضد اي حاقد واي حاسد باصص في حياتك ومستكتر عليك الخير. عندك مرض مستعصي ومش لاقي ليه دواء واحتاروا فيه الاطباء، الحل قدامك، الحل بين ايديك بس انت مش واخد بالك. الحل في القران الكريم، في كل حرف في كتاب الله انزله لينا المولى عز وجل رحمه ومنحه من المولى عز وجل لينا لتيسير امور حياتنا. هنتكلم وهننعم بالحديث عن القران الكريم وفضائل السور وفضل الذكر مع حامل وحافظ لكتاب الله فضيلة الشيخ يحيى زكريا. أهلا بك. أهلا بحضرتك يا زميلي وأهلا بالجمهور. أنا طبعا العبد الفقير إلى الله يحيى زكريا عبد الحميد من محافظة الإسماعيلية مركز القصاصين وخادم لكتاب الله في كلية أصول دين، ويعني ربنا يكرمنا دايما ودايما نبقى في طاعة الله. يعني اهلا بيك، نورتني. اهلا بحضرتك، نور حضرتك، نورتني والله. نورك والله، الله يحفظك. امتى بدات حفظ القران الكريم؟ انا بدات من بدايه حياتي، اول ما يعني نشات في بيت قران. والدي رحمه الله عليه كان قارئ معروف جدا ما شاء في الله. البلد عندنا، حفظني القران من وانا يعني طفل. كنت دايما بحب اسمع القران وانا صغير، طفل صغير. يعني الحمد بدأت لله. بدات عند سن كام؟ سن 5 سنين او 6 سنين كان دايما والدي، يعني لان دايما كنت بسمع. يعني اتعلمت القراءه والكتابه وبدات على طول تحفظ الحمد لله القرآن. الحمد لله، يعني عندي ست والدتي ربنا يحفظها يا رب، ولها فضل عليا يعني كبير. هي اللي كانت دايما معايا طبعا عشان والدي كان في شغله الميتم حاجه زي كده. فالحمد لله يعني نشأنا نشأة قرآنيه في بيت قرآني ما شاء الحمد الله. الحمد لله، يعني كان عندك بيئة خصبة من الذكر وآيات الذكر الحكيم جداً والقرآن والسنة، تربى تربية إسلامية صحيحة من فضيلة الشيخ زكريا رحمه الله. الله عليه. طيب ازاي كنت بتوافق ما بين الدراسة وما بين حفظ القرآن، وازاي القرآن طبعاً كان؟ يعني القرآن أساساً هو اللي كان بيوفقنا ان احنا نمشي في الدراسة، اكيد لان القرآن ليه فضائل كتير كتير جداً علينا وعلى اي حد حمل القرآن. طبعاً والدي الله يرحمه كان دايما يكلمني على القرآن وجمال القرآن من وانا طفل صغير. وغير والده رحمة الله عليه كان صوته، يعني كنت بسمع صوته وكنت ببقى في مكان تاني. ما شاء الله. بعدين لما بنقرأ القرآن ربنا بيسر للواحد ووفقه في كل حياته. تمام. يعني عمري ما كنت اوصل انا في دوت الا بفضل القرآن، عمر ما اي حد يوصل لمكان بفضل القرآن. يعني من اراد الدنيا فعليه بالقرآن، ومن اراد الاخرة فعليه بالقرآن، ومن ارادهما معا فعليه بالقرآن. فالقرآن يعني مهما نتكلم لنا لغاية آخر حياتنا مش هنقدر نعبر عنه. أكيد عايزينك تتلو علينا بقى ما تيسر من آيات الذكر. نعم. الحكيم بصوتك الجميل. الله يحفظك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه وإليك
لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين صدق الله العظيم صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ما شاء الله عليك ما شاء الله عليك ما شاء الله عليك أنا مش عارفة أتكلم مش عارفة أقول أي حاجة بعد كلام ربنا اتصال معانا تمام نقول ألو والدة الشيخ يحيى معانا على التليفون ألو السلام عليكم أهلا بحضرتك يا فندم أهلا بحضرتك ربنا يخليك منورنا ابنك ما شاء الله ذرية صالحة ربنا أنبته نباتا حسنا ربنا يبارك لك فيه اللهم امين الله يبارك فيك يا رب الله يبارك فيك احكي لنا بقى عن نشأته وطفولته وحفظه للقرآن الكريم وذكرياته مع والده والله هو ربنا يحميه يا رب والله يرحم والده كان انسان برضو عظيم زي كده وحامل كتاب الله وما قصرش فيهم والله يعني حاول يحفظهم وحاول يبذل كل مجهود ان هو يطلعهم شاهدين دموع يا شيخ يحيى والحمد لله نحمد ربنا نشكر فضله ان هو بقى كده يعني بتمنى من ربنا يصلح له حاله ويفتحها عليه ويبارك فيه يا رب امين يا رب العالمين احكي لنا بقى عن بعض الذكريات مع والده على الهوا كده والله والده كان راجل محترم جدا
وكان يعني حامل كتاب الله وما شاء الله عليه كان محبوب بين الناس، ومع يعني حبايبه من المشايخ العظيمه برضو اللي هي طبعا تبع الاذاعه والتلفزيون زي الشيخ علي وشميت والشيخ محمد محروس ما شاء الله طبعا اكيد اسماء عظيمه وبيقعدوا. فيحيى كان بيقعد معاهم وحب هو حب مجال بتاع والده، بيئه خصبه وبيئه جميله كلها صلاح هيطلع منها لازم شاب صالح. الحمد لله نحمد ربنا ونشكر فضله على كل حال. وبعدين هو ما شاء الله عليه يعني هو في كليه اصول دين وكان اصلا ازهري، يعني هو من الصغر واحنا مدخلين ازهر ما شاء الله. اه الحمد لله هو واخواته ربنا يبارك فيهم يا رب ويعيننا عليهم يا رب. شيخ يحيى معاك كلمها اتفضل. نور يا امي. ازيك يا شيخ يحيى؟ ربنا يحفظك لينا ويخليك لينا ويحميك يا رب. ربنا لا احنا مش عايزين دموع بقى، احنا مش عايزين دموع، ربنا يبارك فيك ويرحم والدك يا رب ويرحم والدك. رساله بتوجهيها ليه على الهوى؟ بتمنى من ربنا يصلح لك حالك ويبارك فيك ويخليك لينا يا رب. ربنا يبارك لك فيه ويبارك لها فيك يا رب. مش عايزين دموع مش عايزين دموع. طب نقرا حاجه تاني بقى ولا نسال سؤال الاول؟ كلمنا عن فرقه الانوار المحمديه اللي انت قلت لي عليها. اه دي فرقه نور. بشكرك جدا يا امي. اتفضل. دي فرقه الانوار المحمديه، دي انا وصديقي العزيز واخويا حبيب قلبي الشيخ محمود سرور والشيخ حسن دياب والشيخ مهند، كلنا أزهرية طبعا بس الأجيال أكبر وأصغر يعني. تمام. طبعا حبينا طبعا نشأة القرآن، فقلنا نعمل حاجة يعني تحبب الناس في القرآن. يعني الفرقة دي يعني إيه تحبب الناس في القرآن؟ والفرقة دي عبارة عن إيه؟ الفرقة دي عبارة عن قارئ وداعية إسلامية ومبتهل، يعني شاملة كل المجالات اللي احنا فيها. يعني مثلا بدل تقصد تحبب الشباب الجيل ده في الاسلام. في الاسلام وفعلا احنا مفتقدين ده في الوقت اللي احنا فيه. خير صحبه كتير كتير مفتقدين كتير. يعني عندك كم قريه فيها كم قريه فيها مثلا كم مدينه فيها داعيه اسلاميه؟ يعني تعالي مثلا وسط البيوت كلها هتلاقي داعيه واحد. وسط قد ايه؟ كتير. اعماركم كام؟ احنا من 17 سنة لعشرينات نطلع كده ما شاء الله. ما شاء الله ما شاء الله. ويعني في كمان اطفال صغيرين احنا بنحفظهم. يعني في حلقة واحدة بتعملوا حلقات في اماكن مختلفة، في افراح وعزاءات ومناسبات. مثلا في كلية بيطلبونا في الكليات نعمل حفلة جميلة انشاد وداعية وقراءة القرآن طبعا، وبعد كده الداعية وبعد كده الابتهال. حاجة جميلة جدا يعني. وبعدين يعني لازم تحمس الشباب اكيد لان طبعا. شوف الشباب دلوقتي انت عندك للاسف الامثله ما عادش خالص يعني حتى الصلاه. تقول للشباب ايه دلوقتي؟ قول للشباب، وجه لهم رساله كده يعني رساله مني للشباب. طبعا ينتظموا، اهم حاجه عندهم الصلاه والقران، ده يخلوه في قلوبهم على طول ودايما. حتى لو مش حافظ، مش شرط انك تكون حافظ القران، الشرط انك تكون بتستمر في القران او بتعمل بامل القران. تمام. اهم حاجه يعني مش حافظ القران كله، مش حافظ القران كله اكيد، وما بعملش بايه من ايه من ايات اكيد اكيد. لا انا لازم اعمل من القران. يعني ايام زمان ايام الصحابه كانوا بيحفظوا خمس ايات، مش يحفظوا خمس ايات مثلا خلاص حفظوهم يكملوا، لا ده بيحفظوا خمس ايات يعملوا بيهم وبعد كده دين الخلق والعمل. العمل صحيح. تمام. فيعني أهم حاجة القرآن، أهمية الصلاة وأهمية قراءة أكيد. القرآن في حياتنا أكيد. يعني الصلاة عمود الدين. طب. يعني من تركها عماد الدين. أو إحنا بنسميها عمود الدين عشان زي إيه يعني ينفع بيت من غير عمود عمدان. أساس السليم. أساس. فدايما يعني ودايما مع القرآن والله ما هيندموا بأمانة. أكيد والله طبعا. والله ما حد هيندم أبدا اللي يمشي في مجال القرآن ويمشي في مجال ربنا. ربنا يحط حب الله وحب قراءة القرآن في قلوبهم يا رب يا رب جميعا. إزاي معانا اتصال. استاذة ناهد من الإسماعيلية اهلا بيكي. اهلا بحضرتك. والله انا سعيده جدا بيكم وبالاتصال بالبرنامج وبالبرنامج الجميل بتاع حضرتك. اشكرك جدا. وسعيده برضو بان الجيل الجديد تهتموا بيه والقراء الجدد الصغار الشباب ده ان انتم بتهتموا بيهم وتطلعوهم على التلفزيون علشان يبقى عندهم استعداد جديد تاني للقراءه.
قديم بيحيى، ويعتبر انا والدته الثانيه. ربنا يحفظك يا رب. تشرفنا بحضرتك. ربنا يخليك يا رب. وبتمنى انه في يوم من الايام يكون قارئ كبير كده زي قارئ عظيم المرحوم عبد الباسط عبد الصمد، رحمه الله عليه، سيدنا متولي، كل الناس الحلوه اللي احنا بنستمتع بيهم دول. وانا بعتز جدا بالشيخ يحيى وبصوته. ربنا يحفظك. وسعيده فعلا ان هو تواجد معاكم في البرنامج. ربنا يخليك. اشكر حضرتك جدا وسعيده باتصالك. تمام. ازاي بتحافظ على انك تسترجع القرآن الكريم؟ دايما اللي بيحفظ القرآن الكريم بينسى. ازاي بتحافظ على ده؟ ايه الجدول بتاعك؟ طبعا اي قارئ او اي حامل كتاب الله يعني لازم يبقى ليه ورد يومي. لازم يبقى ليه. كلمنا بقى واحده واحده كده عن الورد اليومي. انا عن نفسي لازم، لان عايزين نفيد الناس اللي بتحفظ القرآن الكريم والاباء والامهات اللي بيتفرجوا علينا دلوقتي. افضل وقت للحفظ والمراجعه الفجر. ده عن نفسي كل النفحات بقى الربانية والروحانية ده بتبقى يعني في مكان تاني. وبعدين انا بحب اتمنى يبقى في عون من المولى عز وجل ليك في الوقت ده. صحيح صحيح. انا بحب اقعد مع نفسي جدا، ليا غرفة خاصة بيا في البيت اقعد فيها مع نفسي بعد الخلوة بتاعتي. الخلوة بتاعتي. يعني ممكن اقرا ما تيسر لي، ما بعدش يعني. تمام. بس لازم اقل حاجة عندي انا شخصيا ربع في اليوم، اقل حاجه خالص يعني لو انا مش مفيش وقت خالص هو لازم. تنصح ايه طفل لسه اسره بتعلم ابنها قراءه وحفظ القران الكريم؟ تبدا معاه ازاي ونظامها معاه ايه؟ اولا حفظ القران الكريم مش بيجي بالضرب زي ما الناس كلها فاهمه. بالظبط. مش بيجي بالعافيه، لا، انت تحبب الطفل الصغير ده في القران. يعني انا بصراحه بشوف بيوت يعني الناس عارفين جديده بدل ما يشغل قران في البيت يشغله اغاني، يشغله مش عارف ايه. ما هو الطفل اول ما بيبدا بيسمع خلاص اتعود على السمع كده. انا طالما انا شغل في الفتره دي بيبقى فيه تقليد ومحاكاه للبيئه اللي هو فيها. تمام. بيطلع شكل البيئه اللي هو فيها. طب انا ليه ما اشغلش قران في البيت واسمعه؟ احببه في القران وهو صغير. انا نفسي كنت بسمع قران صغير كتير يعني مشايخنا الكبار رحمه الله عليهم. معانا اتصال من الاسماعيليه، استاذ احمد ابو الفضل، اهلا بيك. السلام عليكم. السلام عليكم. اهلا بيك يا فندم. احب اشكر حضرتك على البرنامج اللي بقدمتيه حضرتك وعلى فضائل القران الكريم. ويعني احب احفز اخويا الشيخ يحيى ان هو من الناس اللي يعني احنا بنتشرف بيهم. واحب اوضح يعني للناس كمان ان الصحبه دايما هي بتكون الاساس. الصحبه الصالحه اهم حاجه. هي اللي بتحدد على اساسها مصير الانسان. اتفضل. يصاحب ناس يتشرف بيهم يعني مثل الشيخ يحيى، وانا اتشرف بيه طبعا. ربنا يحفظك. الشيخ يحيى حبيب الجميع. ربنا يكرمك يا رب. اخويا الفاضل. ربنا يحفظك. ويعني نحب نحفز الشباب كله ان هو يكون ليه صاحب يتشرف بيه مش ساحب. تمام. احنا يعني حضرتك قلت صاحب، حضرتك قلت صاحب مش ساحب. صاحب. تمام. صاحب مش ساحب، يعني صاحب ليه في طريق الخير. نعم. صاحب ليه ان هو يحفظ القرآن الكريم، يقعد في المجالس الصالحه، مش صاحب ليه في طريق السوء. نعم. لسه الاتصال معانا ولا؟ شكرا شكرا لحضرتك. نكمل كلامنا بقى. تمام. وبرضه ربنا يزيد الشباب يا رب. انا دايما بحب لما اقعد مع اصدقائي او احبابي يعني دايما بقرا ايات قرانيه. قعدتكم بتبقى عامله ازاي؟ انا قعدتنا مثلا لما كنا قاعدين مع نفسنا مثلا في بيت اي حد من اصدقائي وقاعدين او مثلا رايحين في رحله او مصاحبين رايحين الكليه لازم نقرا قران واحنا ماشيين. دي البيئه اللي انت طلعت فيها على طول. انا كده خلاص. انت المتعه بتاعتك يعني عندنا الاستمتاع بتاعك في ذكر الله. الحمد لله. بارك الله فيك يا رب. انبت ولادنا كلهم نبتا حسن بامر الله ان شاء ربنا. يا رب. فعلا مثال يحتذى بيك. الله يحفظك يا رب. قول لنا بقى والدك كان بيحفظك القرآن الكريم ازاي وايه ذكرياتك معاه؟ وهل وانت صغير كان بيضربك بيحببك في القرآن الكريم ازاي؟ والدي رحمة الله عليه يعني لو اتكلمت من هنا لآخر يوم في حياتي مش هوفي حقه. يكفي ان انا ماشي في المجال في المجال عشان اوصل اسم والدي اساسا. يعني حابب المجال اولا عشان ربنا، ثانيا عشان اسم والدي ده المذكور باذن الله وصله اللي هو كان نفسه فيه. والدي رحمه الله عليه كان دايما يعني يحفزنا لحفظ القران الكريم. لما يقعد مش بحس ان انا قاعد مع ابويا اللي خاف منه، لا،
قاعد مع اخويا مع صاحبي مع حبيبي مع بحكي له كل همومي سره معايا وسري معاه. كان اتمنى ان هو يكون موجود في الوقت ده بس الحمد لله. رحمه الله رحمه الله. نستمتع بقى بصوتك الجميل في قراءه القران ونسمع ايه نختم بيها الحلقه بتاعتنا. تمام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بارك الله فيك يا شيخ يحيى. بشكرك جدا. انا بس كنت عايز منك قبل ما اختم تمام اوجه رسالة شكر لوالدي رحمه الله عليه انه وصلني للمكان اللي انا فيه دوت. ويعني ارجو من جميع المشاهدين يقراوا الفاتحه على روح والدي رحمه الله عليه. بشكرك جدا. الله يحفظك. حلقه متميزه جدا وانا سعدت بلقائي معاك. انا اسعد الله. ونتمنى ان بامر الله ان شاء ربنا تبقى معانا تاني انت وصحبتك الجميله الصالحه. بشكركم مشاهدينا الاعزاء على حسن متابعتكم ليا. انتظروني في حلقات جديده من صناع السعاده ويا رب دايما اكون عند حسن ظنكم. السلام عليكم.